صلاح الدين قيام عناصرها باحتجاز العاملين في مشروع بيت السكني للاستثمار في مدينة تكريت. وقال قائد العمليات عبد المحسن حاتم في تصريح صحفي الخميس أن جهاز الأمن في المحافظة حضر لتدقيق العاملين نافيا اقتحام مقر عملهم بالقوة، فيما أكد رئيس المشروع حردان الحنظل احتجاز قوة مسلحة للعاملين ولساعة عدة، كما اعتدت عليها بالضرب وهددتهم بالتصفية إنهم عاودوا العمل في المشروع. اقتحام لمجمع بيتي السكني وهو مجمع استثماري لمجموعة الحنظل. هذا المجمع مكون من 1600 وحدة سكنية، مجمع كبير عبارة عن مدينة متكاملة. حدث بالبداية لم نكن نجهل الجهة التي قامت بعملية الاقتحام والتدقيق الأمني، لكن بعد التدقيق والسؤال تبينت أنها من الأمن الوطني، تساندها قوة الواجب من قيادة شرطة صلاح الدين، أتت على أساس إخبارية أن وجود عناصر لتنظيم داعش تعمل على تكوين خلايا نائمة في المحافظة. وكنظرة سريعة من ضباط ومنتسبي الأمن اتخذوا قرار الدخول والتدقيق الأمني، مما ترك جانب لدى المستثمرين بأن هذه القوة ليست قوة أمن، إلى أن اتضح فيما بعد أنها قوة أمنية. لكن لماذا أكد رئيس المشروع يعني بأنه احتجاز هذه القوة المسلحة للعاملين وتم تهديد العاملين بعدم العودة إلى العمل مرة أخرى؟ هذا بالليل قبل ما نتدخل احنا، وتدري اللي أتوا هم جنود ليس لديهم الخبرة الكافية في العمل الأمني وليس لديهم المعلومات الكافية، كل ما لديهم تنفيذ أوامر. اقتادوا أكثر من 900 عامل في هذا المجمع وأوقفوهم على شكل طابور طويل ولمدة 3 ساعات للتدقيق الأمني. تدخل السيد المحافظ بعدها. هل تعرضوا للضرب فعلا؟ لم يذكر هذا الشيء من أحد منهم، لأن احنا لم نكن موجودين، هي من الساعة 11 إلى الساعة 3 بعد منتصف الليل، لكنه هي عملية إيقاظهم وجلبهم على هذه الطريقة، هي ليست طريقة حضارية ولا تليق بالاستثمار، وهي مخالفة لتوجهات السيد رئيس الوزراء، وتركت هذا الأمر تركه على المستثمرين عزوف بعض الشيء. لكن اليوم وبعد التأكيدات من ست رئيسة هيئة الاستثمار وأيضا سادة ممثلي رئاسة الوزراء والسيد المحافظ، استطعنا أن نسوي الخلافات وأن نأخذ التعهدات الكافية بأن لن تتكرر هذه الحالة، وأن إذا كان هناك استدعاء أو استجواب سيكون بالطرق القانونية. لكن حدوث مثل هذه يعني الأعمال من قبل جهة يفترض أنها تكون جهة رسمية وتقوم بإجراءات رسمية بشكل أكثر لياقة مع العمليات الاستثمارية الدائرة في المحافظة، كيف يمكن أن ينعكس على باقي المشاريع؟ أكيد هذا رمى بإطلالة على المشاريع قد تتسبب في العزوف عن الاستثمار خاصة في المناطق المحررة، علما أن هذه المناطق عانت في السابق من تدخل عصابات داعش بشكل زي الشرطة وزي مدني وزي عشائري، واتخذت كل الأشكال للتأثير على الساحة. هذه النقطة لا نحب أن نعود إليها، أكدنا أنا والسيد المحافظ والسيد سهى النجار أنه لا عودة إلى نقطة بدء، ولا نسمح بالعمل الليلي يكون في وضح النهار وأمام الأعين، حتى لا نسمح وأن أي قطعات عسكرية تأتي ليلا مسموح برميهم من قبل حراس المجمع. طيب بشكل عام ما صحة الأنباء التي تتحدث عن وجود قوات مسلحة وميليشيات في بعض الأحيان تفرض أتوات على منفذي المشاريع في المحافظات كشرط للاستمرار بعملهم؟ هذه الأمور أكيد لا تكون واضحة أمام الكل وليس بالعلن، هي عبارة عن أمور ابتزازية تحدث خلف الكواليس، بعضها يلبس زي الحشد وبعضها يلبس زي التنظيمات الإرهابية القاعدة الإسلامية، وبعضها تلبس زي الأمن وبعضها تأخذ سيارات، لكن هي غير مرتبطة بعناصرها، إذا ما كشفت فيلوذون بالفرار، وإذا استطاعوا أن يمارسون أعمالهم التخريبية فهم سائرون في أعمالهم. لكن نحن عازمون على تذليل هذه الصعاب ونؤكد على المستثمرين بالعودة إلى العمل،
والاستثمار في العراق عموما في صلاح الدين والتكريت على وجه الخصوص، وأن هذه الحالة استثنائية مرت واضح. وستمر ولن تتكرر إن شاء الله. عبر سكايب من تكريت رئيس هيئة استثمار صلاح الدين ليث حميد، شكرا جزيلا لك.